طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء. طارق فكر في التسديد لكن مشي واخترق، يعيدها الى عبد الله، عرضية تاني جوه منطقة الجزاء، يشيل علي جبر، ترجع لفرجاني، وتسديدة اولى وتانية. طوفان هجمات، الله، طوفان هجمات زملكاوي، كان لابد ان ينتهي بهدف عالمي من فرجاني ساسي. يعني منك يا فرجاني، ايه الجمال ده، ايه الهدف اللي هيظل في الذاكرة ولن ينسى ابدا. فرجاني ساسي يتقدم في النتيجة، هدف من الدولي التونسي المونديالي، يتقدم بهدف رائع. دي فرصة فرجاني اللي ضاعت من شوية، لقاها المهدي سليمان، لكن فرجاني يعوض سريعا، يرد على المهدي سليمان، قال له انت انقذت الكرة اللي فاتت، نجحت في انك تمنعني من التسجيل، طب وريني هتعمل ايه في دي، وريني هتعمل ايه في دي. الكرة في مقتل حقيقة، في زاوية صعبة، استلام جوه منطقة الجزاء، و حاول يلعبها على المرمى لكن تخبط في محمود علاء. كهربا بيحاول يوقف لكن رجب بكار يقطع، يمشي رجب بكار، ومرة تانية عرضية، التعادل، التعادل، لا يوجد تسلل. إيريك تراوري يسجل هدف التعادل لبيراميدز سريعا جدا وفي الدقيقة 15. المباراة مشتعلة، المباراة بقول لكم مباراة مختلفة بإيقاع مختلف. إيريك تراوري يأتي من أقصى اليسار، خلينا نشوف الإعادة. أدي رجب بكار مشي بشكل رائع 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 جدا، وتراوري على القايم البعيد يستنى الكورة، يستنى كورة رجب بكار ويسجل هدف التعادل سريعا جدا بالفخذ، بالفخذ الأيسر لإيريك تراوري اللي كنت بتكلم عليه من شوية وبقول إن حسام بيعتمد عليه النهارده كظهير أيسر. يردها مرة تانية عبد الله السعيد لسيفوينتي، ومرة أخرى عبد الله السعيد على حدود منطقة الجزاء، يلفها جميلة جدا كينو، الثاني برازيلي، الهدف الثاني برازيلي من كورة عبد الله السعيد، وكينو بلمسة واحدة روعة روعة من كينو، فيرست تايم على يمين عماد السيد، ويتقدم في الدقيقة 37 البرازيلي كينو. إذا هدف عن طريق البوركيني في الدقيقة 15، هدف آخر عن طريق البرازيلي كينو في الدقيقة 37. 2 بيراميدز، 1 الزمالك، بيعترض لاعبه الزمالك على اعتبار ان كينو كان في موقف تسلل. الكرة الحقيقة صعبة جدا، كرة عبد الله السعيد، لحظة لعب الكرة، كينو حاول انه يظبط نفسه مع آخر تاني مدافع، كينو هو اللي يضغط، هو اللي ينقذ، هو اللي يمنع فرجاني من المرور. بدأنا نشوف كينو في أدوار، أدي كورة، التعادل، التعادل، زملكاوي يتعادل الزمالك سريعا. إيه المباراة دي، إيه المباراة دي، في إيه، 4 أهداف في شوط مثير جميل، شوط مستورد الحقيقة، شوط غريب غريب على الكرة المصرية وعلى الدوري المصري. 4 أهداف محمود علاء لأهدافك، جمهور الزمالك مشتاق يسجل هدفه العاشر في الدوري. محمود علاء برأسية لمتابعة للكرة العرضية، يسبق رجب بكار، ومحمود علاء هو المكار، يطير محمود علاء ويسكنها في شباك المهدي سليمان. التعادل الإيجابي ما زال مستمر 2-2، نفس نتيجة الشوط الأول. كهربا بالقدم العكسية اليمنى، ورأسية، فرجاني طار في الهوى، ساسي يسجل الثالث الزملكاوي، هدفين في مباراة واحدة يا فرجاني، فرجاني والهدف الزملكاوي الثالث في الدقيقة 65، بعد فترة من الضغط، فترة من السيطرة، بعد محاولات وفرص. بقول لحضراتكم هي المباراة، مباراة المقدمات، مباراة الدلائل والمؤشرات. قبل كل هدف من الخمسة كان في إشارة، بشارة على تسجيل الهدف، سواء في أهداف الزمالك أو في أهداف بيراميدز. كورة عبد الله جمعة اللي جت في القائم من شوية كانت الدلالة وكانت الإشارة على تسجيل الزمالك لهدفه الثالث الجميل. من ضربة ركنية يطير فرجاني ساسي ويسجل هدفه
الرابع قمة الإثارة في هذه المباراة، وقلت لكم المباراة مستحيل تتوقع أو تتكهن أو تتنبأ بالنتيجة، كل الاحتمالات مفتوحة. كينو جول جول جول، يأتي التعادل عن طريق السوري عمر خربين من على خط المرمى، من على خط مرمى الزمالك يسجل هدف التعادل، يتعادل بيراميدز في توقيت قاتل. عمر خربين مش المرة الأولى اللي يهز شباك الزمالك هذا الموسم، هز الشباك، وصل للشباك في مباراة السوبر المصري السعودي مع الهلال وفاز الزمالك وقتها 2-1، لكن الآن عمر خربين من على